تمام 340 جرام لحم ستيك شرايح رفيعه زي الشاورما كده. يس. و130 جرام بروكلي فريش بروكلي فريش اللي هي زهره البروكلي. يس. وفلفل رومي احمر وسط شرايح رفيعه و3 معلقه كبيره زيت زيتون ومعلقه و2 معلقه كبيره سمسم ابيض. السمسم داخل معانا برضو. مظبوط. دلوقتي هنعمل الصوص. الصوص عباره عن ايه؟ فلفل حار صغير مفروم. حلو. وفص ثوم مفروم. وملعقه زنجبيل صغيره تكون فريش، اهم حاجه فريش. فريش مش باودر. لا مش باودر. ومعلقه كبيره صويا صوص. 5 معالق كبار. بس كده. تمام زي الفل، ده الصوص. طيب هنبدا بايه قولي لي؟ هنبدا بزيت الزيتون. انت عايزه نشغل بقى النار؟ تمام. نشغلها درجه حراره عاليه. عاليه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، ونستخدم زيت الزيتون، وممكن تستخدموا السمنه البلدي الحيواني. ممكن تستخدموه. يعني بدل زيت الزيتون ممكن هيبقى سمنه بلدي. سمنه بلدي. نجهز ايه؟ الاكل ده ينفع الناس اللي تعمل نظام الكيتو. تمام. واللي ما بيعملش كيتو برضو مفيش مشاكل، شغال معاه. بس ممكن نقلل الدهون شويه. هو الدهون فيه قليله. تمام. مفيش فيه دهون خالص. تمام. طيب احنا دلوقتي نستنى بس الزيت كده يبتدي يسخن. يبتدي يسخن. احنا اللحمه ابتدت تاخد اللون البني الحلو ده. شوفي الفات. الفات دي لازم تكون موجوده بالسلايز. ما تكونش متشفيه. لانها دي اللي هتدينا النكهه الرائعه. شايفين؟ وقت الملح. واحنا ممكن نحط بس الملح وايه تاني؟ والفلفل. والفلفل بس البروكلي. تمام. على اللحمه. عارفه يا شيف انه لما بتكوني وانت بتطبخي مبسوطه الاكل بيطلع حلو جدا. لا دي حاجه انا لمساها جدا جدا. طب تقولي ولما تكوني كمان مبسوطه وبتحبي الناس اللي انت بتعملهم، يا سلام الاكل بيطلع كده حاجه وهميه. لو هتعملي ايه؟ لو هتعملي سلطه، والله العظيم صح. ايه الجمال وايه الالوان الحلوه دي؟ الالوان اصلا مبهجه. صح. الالوان الحلوه المبهجه دي بتخلينا برضو ايه، احنا كل الطرق قلناها، الاكل الالوان الشمس الاكل الحار، كل الطرق اللي كل حاجات تبعث على السعاده، اللي بتبعث على السعاده والراحه موجوده حوالينا، بس هنوصل للمعلومه ونفتكرها. صح ده حقيقي. طيب احنا هنسيبهم بس دقيقتين. حلو قوي كده. واثناء ده انا هعمل الصوص اللي خاص فيه. احنا قلنا ده صويا صوص. صويا صوص كده. حلو قوي. وهنحط الفلفل الحراق. يلا بقى عشان نبعث على السعاده. يبعث على السعاده. احنا قلنا الكلام ده من قبل. نجيب لك معلقه. لا احنا خلاص بقينا المطبخ مطبخنا بقى. حبيبتي احنا من الناس اللي بنحبك يا شيف فاطمه، وربنا دايما يحل ابتسامتك وضحكتك. يا روحي تسلمي لي، موجوده دايما. بفرح جدا جدا. على فكره كابتن نور مش مصريه، كابتن نور اردنيه، مش كده برضو؟ ميكس مصريه و متزوجه و... مصري. مظبوط. حلوه قوي. 18 سنه ما شاء الله. الحمد لله. العمر كله يا رب يا حبيبتي يا رب. حلو قوي. الصوص ده كان عباره عن ايه بقى؟ عباره عن صويا صوص. صويا صوص، ثوم، فلفل حراق، وزنجبيل فريش. ليه بقى اصريتي ان يكون جنزبيل فريش؟ الجنزبيل اولا فوائده اللي بتكون فريش اكتر من البودره. تمام. دي اول واحده. والحاجه الثانيه الزنجبيل بطعم الفريش بدي نكهه اقوى. البودره لا. وانا انا بصراحه يعني كنور ما بحبش الزنجبيل اللي بيكون بودره. والله ما بفضلوش انا يعني كطعم. فوائده بقى ايه؟ انا ما اعرفش صراحه. الفريش لا ليه فوائد كتير. لا انا هجيب بقى حلوه اهي. جدا حاجه. نحط السمسم. ده في سمسم كمان في الموضوع. طبعا احنا قلنا عن السمسم ده مهم. مهم قوي للناس اللي بسن الامل. احنا عايزين المشاهدين اللي متابعين للشيف فاطمه يكون دايما كلهم ناس ايجابيين وكلهم لا طاقة. وعندهم سعاده. هم مش ممكن هيشوفونا وما يبقاش في سعاده صح؟ طبعا نشوف حضرتك اكيد. الحمد لله.